عندنا فتحية بتقول إنها من مواليد 10/2/1974، بتسأل عن الصحة والزواج. 10/2 برج الدلو هي، أوكي، والدلو اللي هي البيور. الدلو حد حالم أو عاطفي زيادة عن اللزوم، دايما اختياراته بتبقى غلط أو بيقعد يعيش قصة طويلة عريضة على أمل إن الحاجات القديمة ترجع، مش عايز يغير، ما بيميلش للتجديد علشان هو ما بيحبش يخاطر. بقول لها إن الفترة الجاية عندك هتبتدي تبقى حلوة بس بعد ما يخلص شهر 6، أوكي، لأن برج الجوزاء هوا برضو زي الدلو فبيأثر عليهم شوية، بيعطلهم شوية. بعد شهر 6 الدنيا عندها تختلف 180 درجة، فبقول لها استني يعني تريسي بس اختاري صح. ما فيش مانع انك تاخدي راي حد انت بتثقي فيه، بتعرفيه، يكون ذكي سواء ولد او بنت، ما عنديش مشكله خلاص، بس بلاش انت تاخدي القرار لوحدك.